أهلا بحضراتكم. منتصف 12 من ديسمبر لعام 2023، اليوم الثالث والأخير من ملحمة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. المتابع للمشهد العام خلال فترة الانتخابات على مدار الأيام الثلاثة الماضية وحتى الساعة يجد نفسه أمام ملحمة شعبية وطنية صنعها الشعب المصري بوعيه ووطنيته. لم يكن مفاجئاً أن ينتفض هذا الشعب ذو الحضارة والتاريخ والقيم الوطنية بكافة شرائحه المجتمعية، ملبياً نداء الوطن وممارساً بكل حب وعفوية وإيجابية لحقه الدستوري في التصويت بالانتخابات الرئاسية. ولا شك أن الحشود الكبيرة للناخبين بكافة الفئات العمرية والمجتمعية كانت بشهادة كافة المراقبين المحليين والدوليين كبيرة وغير مسبوقة. وبناء على ذلك فإن الناخب المصري فاز بالفعل في كل الأحوال وكسب الرهان، وعاشت مصر وعاش أبناؤها.